وغيره وبتكلف كثير مصاري. على كل حال القهوه حاليا على التراك. انا مرتاح انه الصوت اللي كنت عم بسمعه بسيارة المخطشي كان اولا هلا كرمي. بده يخلص ال 11 قريب كثير من البرميل تبع ال 11 بس بيرفكت دريفت. برافو عليك عمر برافو. كان عم بيأمن اكثر، كان بعد في حط جير اعلى بس بعتقد يعني بقي على الجير الثاني مأمن له اكثر. ان شاء الله هلا. برافو يا عمر برافو يا عبد. اي جلست؟ لا لا بعتقد جلست من بعدها. لا لا ان شاء الله ما يكون هذا الشيء اثر عليه حرام. هلا بنرجع بنشوفها على سلو موشن بعدين. وهون الدورة الأخيرة بنطلب من روي بليز ضروري هلا لأنه الحكم موجود معنا فراس خداج وقاروا ناطرين تشوفوا الكليبينج بوينت والكمالة من بعدها، أهم شيء الكمالة من بعدها مثل ما اتفقنا.